ذات الوكالة أيضا وزير الخارجية الروسي يقول في سبوتنيك: لا يوجد لدى روسيا تأكيد مطلق لمقتل زعيم داعش البغدادي، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة خلال لقائه بنظيره الروسي أن بلاده لا تمتلك تأكيد مطلق لمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. وقال لافروف: بالطبع سمعت عن الأنباء التي تفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ولكن حتى الآن وحتى هذه اللحظة ليست هناك تأكيدات 100% لهذه الأنباء. بالطبع سنتابع معكم ما ستقول إليه الأحداث حول مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.